أقيمت ندوة حوارية بكلية التقنية الصناعية بمدينة مصراتة الأسبوع الماضي بعنوان دور مؤسسات العدالة في مساءلة الجناه، حيث كانت الندوة برعاية المجلس الأعلى للقضاء وغرفة الطوارئ بمدينة مصراتة ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المنظمات الحقوقية، متخذين من الاعتداء على العاصمة نموذجا في ملاحقة الجناه وجرائم الحرب التي تم ارتكابها بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة. كما تطرقت الندوة الحوارية إلى دور الحكومة في ملاحقة الجناه ورفع الدعاوى في المحاكم المحلية والدولية، من بينها محكمة الجنايات الدولية. أنا حرصت في الورقة أن نجيب ما قالته المدعي العام للمحكمة الجنائية حرفيا، يعني قالت هذا يوم 5 مايو 2020 أمام مجلس الأمن، قالت جددت مطالبتها وأكدت على ضرورة التعاون مع المحكمة في الإبلاغ عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة وتقديم الأدلة على الذين قاموا بها، كلام بن سودة هذا. وأكدت على أن محكمة الجنايات الدولية لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبدي المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي المآل الأخير، بمعنى محكمة الجنايات الدولية مآل الأخير بعد القضاء الوطني، فالمسؤولية الأولية تعود إلى الدولة نفسها. هذا كلام بن سودة أمام مجلس الأمن. إذن ومع ذلك المطالبات مستمرة والتأكيد عليها، ولكن الدولة لم تحرك ساكنا إلى هذه الرسالة الأخيرة التي وصلتني البارحة، أن من المجلس الرئاسي يطالب ويقول لنائب المدعي العام أو المدعي العام بالوكالة، الرسالة عندي في النقال، ما إذا لم تستطيعوا القيام بالتحقيق وتواجهكم صعوبة ولا شيء فبلغونا حتى نرفع الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية. هذا الرئاسي يقول هكذا؟ أين كنت يا حبيبي منذ أن توليت السلطة في ليبيا إلى الآن والجرائم لا حصر لها والجنايات لا حصر لها والقتل أبدا من درنا إلى بنغازي إلى قنفودة إلى كل المناطق، أين كنت حتى توجه هذه الرسالة إلى النائب العام؟ كما تناولت الندوة دور مؤسسات المجتمع المدني والجهود التي قامت بها المؤسسات التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة بالبلاد. لكن علاقة مؤسسات المجتمع المدني في وزارات سيادية والصحة ووزارة الداخلية وأيضا وزارة المواصلات، باعتبار أن جزء من الانتهاكات التي وقعت كانت على بعض الممتلكات أو المنشآت الحيوية في الدولة، أكثر من 15 انتهاك وثق، أكثر من 15 انتهاك وثق من قبل القوات التي هاجمت العاصمة الليبية طرابلس، وقعت في جنوب العاصمة الليبية طرابلس وفي أحياء عدة من العاصمة، بداية بقصف المستشفيات المدنية، قتل الأطباء، استهداف الممتلكات المدنية، المرتزقة، قتل المهاجرين غير الشرعيين وقصف مركز الإيواء للهجرة غير الشرعية، الاعتداء على الممتلكات الثقافية، قصف المطارات، قصف كل شيء قابل للحياة وحتى قطع المياه وقصف بعض المحطات الكهربائية تم القيام به على أيدي القوات التي هاجمت العاصمة الليبية طرابلس. في المقابل، هل قابل هذه الانتهاكات إجراءات فعالة حقيقية من قبل الدولة الليبية؟ للأسف قولا واحدا لا. الأمر هذا وضع يعني عقبة أو وضع كمثال حمل كبير جدا على بعض المؤسسات يعني هي مؤسسات المجتمع المدني في القيام بالدور الذي كان من المفترض أن تقوم به الحكومة. كما تحدثت الندوة عن الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات مجرم الحرب حفتر من مقابر جماعية وقتل للمدنيين وقصف للأحياء السكنية والمؤسسات المدنية ودور الحكومة في ملاحقة مرتكبيها. وفي ختام الحوارية، طالب منظم الندوة الحكومة ملاحقة الدول الداعمة للمعتدين على العاصمة في المحاكم الدولية.